قالت له أتحبني وأنا ضريرة وفي الدنيا بنات كثيرة الحلوة والجميلة والمثيرة ما أنت إلا مجنون أو مشفق على عمياء العيون قال بل أنا عاشق يا حلوتي ولا أتمنى من دنيتي إلا أن تصيري زوجتي وقد رزقني الله المال وما أظن الشفاء محال قالت إن أعدت إلي بصري سأرضى بك يا قدري وسأقضي معك عمري لكن من يعطيني عيني وأي ليل يبقى لدي وفي يوم جاءها مسرعة أبشري قد وجدت المتبرعة وستبصرين ما خلق الله وأبدع وستوفين بعهدك لي وتكونين زوجة لي ويوم فتحت أعينها كان واقفا يمسك يدها رأته فدوت صرختها أأنت أيضا أعمى وبكت حظها الشؤمى لا تحزني يا حبيبتي ستكوني عيوني ودليلتي فمتى تصيرين زوجتي قالت أأنا أتزوج ضريرة وقد أصبحت اليوم بصيرة فبكى وقال سامحيني من أنا لتتزوجيني ولكن قبل أن تتركيني أريد منك أن تعديني أن تعتني جيدا بعيوني.